السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مال الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي. أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم، ومرحبا بك. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة الصفية، المرحلة الأولى، الدورة الأولى، الموسم الدراسي 2021-2022 بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، فروض اللغة الفرنسية، وصلت معكم اليوم لوغتوغراف اي ديكتي. بالنسبة للتلاميذ والتلميذات اللي باقي ما شافوش الفروض الاخرين اللي درت معكم، ارجعوا لا ديسكريبسيون للوصف وغادي يلقاو جميع الروابط ديال هاد الفروض. غادي يدخلوا غادي يتفرجوا في الفروض، واللي بغى الفروض بي دي اف يتواصل معايا في الواتساب في الرقم اللي محطوط في الديسكريبسيون. اذا اليوم غادي نديرو كما قلت لكم لورتوغراف اي ديكتي، حاولوا انتبهوا معايا. لورتوغراف اي ديكتي غادي نديرو 4 كاستيون وغادي نزيدو واحد الجمله في لا ديكتي. دونك لا بروميير كاستيون، كومبليت لو نوم فيمينان افيك او اكسون او او اكسون او. غادي نكملو الاسم المؤنث لو نوم فيمينان، هاد الاسماء هادو كاملين فيمينان ياك، غادي نكملوهم سوا او اكسون سوا او اكسون او، لانه كاينين دي نوم اللي كيتسالاو او اكسون وكنقولوا عليهم فيمينا، وكاينين اخرين هما فيمينا عاوتاني وكيتسالاو او اكسون او. صافي. دونك اول قاعده اللي ممكن نستحضروها هي القاعده ديال الكلمات اللي كيتسالاو بالتي واللي كيتسالاو بالتي، داكوغ؟ اللي كيتسالاو بالتي واللي كيتسالاو بالتي، هادوما ما كياخدوش في الفيمينا او اكسون او، ما كياخدوش او اكسون او، كياخدو شنو كياخدو؟ كياخدو غير او اكسون. وكاينين دي زيكسيبسيون طبيعة الحال، كاينين دي زيكسيبسيون بحالاش، ناخدو غير لي زيكسيبسيون اللي عندنا هنايا في هاد لا سيري. عندنا ديكتي، عندنا مونتي، هادوما جوج بيهم كيتسالو بالتي، ها كيتسالو بالتي جوج بيهم، ولكن كياخدو او اكسون او، داكوغ؟ دونك نديرو هنايا لاميتيي، لاميتي باش كتسالا لاميتي او اكسون، داكوغ؟ اون مونتي، اون مونتي او اكسون او، اون بونسي، اون بونسي او اكسون، لا سونتي او اكسون، اون جورني او اكسون او، لا ديكتي او اكسون او. دونك لاميتي، اون مونتي، اون بونسي، لا سونتي، اون جورني، اي ديكتي. صافي. هادوما لي نون فيمينان اون او اكسون او بيان اون اكسون او. هذا هو الدرس اللي قريناه، لي نون فيمينان، لي نون فيمينان، نذكركم بالدرس، لي نون فيمينان اون او اكسون او او اكسون او. صافي. هذا هو الدرس اللي متعلق بهاد التمرين هذا. لا دوزيام كيسيون، سويف افيك موا. Complète les mots suivants avec E accent aigu ou bien E accent grave. Donc, les accents aigus ou bien les accents graves. Il faut le l'accent aigu et l'accent grave. Rien que là, le donc, E, a dit E, a dit E, E. Regardez. Numéro, mais. Donc, je vais dire, on dit accent aigu. Mais. Regardez. Le problème, accent grave. D'accord? Accent grave, le problème. Le téléphone, Pal hadi. Donc, accent aigu, D'accord? Le téléphone. La réponse, Ah, tiens, il y a un accent aigu. Donc, accent aigu, hadi bahda, accent grave. Donc, le numéro. Le problème, le téléphone, la réponse, c'est bien. Douzour la troisième question. Bar l'intrus. Radin ndouar, elle a l'intrus, c'est-à-dire le kalimat d'akhila, elle a de la série. Ça fait, elle a deux séries. Début, espéré, T et at. Mère, colère, numéro, crème. Donc là, radin choufo, m'hadl-nahiya d'yel d'akhil, machim l'ma'na d'yel kelma. Radin choufo, les... accents, ça fait les accents. Hna accent aigu, hna accent aigu, hna accent aigu, hna accent circonflexe. Donc, d'après le wa li accent circonflexe. Donc, hat,
هي الكلمة اللي داخل صافي. دوزيام سيري عندنا مير كولير نيميرو كريم، هنا اكسون غراف اكسون غراف اكسون ديغو، هنا اكسون غراف، هنا هي اللي داخلة هي اللي عندها اكسون غراف. نيميرو نيميرو هو الكلمة الداخلة صافي. دونك هنا هات هي الكلمة الداخلة، وهنا نيميرو هي الكلمة الداخلة. هنا هضرنا من ناحية ديال لي زاكسون صافي، هادوما ثلاثة بهم عندهم سون دي زاكسون ديغو، هنا لاكسون سيركونفليكس، وهنا هادوم ثلاثة عندهم لاكسون غراف، وهادي عندها لاكسون ديغو. سي بيان. لا كاتخيام كاستيون اي لا ديغنييغ، مي لي زاكسون لا او إل فو، غادير لي زاكسون في البلايص اللي ممكن دير صافي. دونك مون فخير، مون فخير عندنا لاكسون غراف هنايا سور او. بريفير، بريفير عندنا اكسون ديغو هنايا، ولكن هنا عندنا اكسون غراف. بريفير se déplacer، déplacer accent aigu né، à vélo، à accent grave sur a et accent aigu sur e. b les équipes accent aigu sur e n'ont pas respecté، ont respecté c'est le verbe respecter conjugué au passé composé، donc elle participe passé sous d'arôle et célèbre accent. Les règles، les règles accent grave sur e du jeu. Ma mère accent grave sur e est partie en voyage، d'accord، est partie en voyage. C'est bien. D'abord on commence l'orthographe. D'abord on dit dictée، 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 dictée. مثلا غادي نحاولوا نكتبوا كلمات متعلقه بهاد لي زاكسون صافي. مثلا الاستاذ شنو غادي يطرح لكم، يطرح لكم بعض الكلمات تكتبوهم ويشوفكم واش غتكتبوهم بالاكسون غراف او بيان لاكسون ديغو او بيان لاكسون سيركونفليكس. عرفتي عليكم، يقول لكم لا جورني، لا جور، باش كتسال هادي بان غتاخد او اكسون داكوغ. مثلا لا بوتي، سي لو تي، غتاخد غتاخد او اكسون. لا قلنا حنايا الغالبيه اللي كيتسالوا بالتي ولا بالتي اي ما كياخدوش او من بعد او اكسون داكوغ. لا بوتي. جينا لا ليبرتي، نفس الشيء او اكسون داكوغ. هاد السؤال هذا ديال لا ديكتي كان متعلق بلي نون فيمينا، دابا نشوفو لي متعلق بلي زاكسون. باغ اكزومبل يقول لك كتب كلمه ديبو، نشوفوك واش غدير لاكسون ولا لا، دير لاكسون سور او دي دي غير من خلال النطق صافي. باغ اكزومبل ديكتي، نشوفوك فين غدير لاكسون، دير لاكسون سور او. باغ اكزومبل تيت، واش غدير لاكسون ولا لا، دير لاكسون سور او. دونك هذا لا ديكتي، لا ديكتي كيكون غير في هاد الشيء هذايا، غادي يحاول الاستاذ يعطيكم واحد دو بوان عليه ولا شي حاجه. دونك وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص لاكتيفيتي دو لورتوغراف اي ديكتي بالنسبه للمستوى الخامس ابتدائي، دائما في اطار فروض المراقبه المستمره الصفيه المرحله الاولى الموسم الدراسي 2021 2022. اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي درت معاكم يمشي لا ديسكريبسيون، غادي يلقى لي ليان كاملين ويحاول يتفرج بتأني لذاك الفروض لانه غادي يفهم ان شاء الله يا ربي. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.